راسي بحيث انا كنت باغا والدي يشوفوني مع راجلي وبخير ولبست عليا ودايره وليداتي ويختفروا بيا ويقولوا نجوى نجوى تزوجات وعندها وليداتها وهادي كما جميع بنات الناس. ولكن انا داكشي هما اللي كانوا حالمين فيا ما لقاوش، ضاع ليهم بالخصوص جداتي، بالخصوص جداتي. جداتي انا فاش طاحت صحتي هرمتها، فاش مرض تهرمتها ما تقبلات. شوف باش فاش مشات صح، فاش مشات شرافي زادت صافي دارتني بحال اللي مات، بحال اللي ما بقيتش انا في هاد الدنيا. واحد السيد كنعرفو، ماشي كنعرفو، كيعرفوه داك تعرفو خالد شي وادي يعني معروف، شيرت ليه وصلني، بغى يوصلني، بغى يوصلني عند دار خالتي. يعني من بعد ما خرجتي من السبيطار؟ لا خرجت، خرجت وخديت الورقه باش باش يعني غاديه بحالك للدار. غاديه بحالي للدار. فاش شيرت لي قلت له تقدر توصلني معاك عند خالتي، قال لي واخا. طلعني عاوني وهادي، هز لي الكروسه دخلني لواحد لاصيره وتعدى عليا. يعني انت في هاد الحاله نجوات عرفتي الاغتصاب؟ في هاد الحاله تغتصبت. يعني حتى للدرجه ما رحمكش؟ لا ما رحمنيش، ما رحمنيش. كنحاول انني نضربو نعضو نغوت، ما قدرتش ندافع على راسي، ما قاداش. البنت ضعيفه ما غتقدرش. حاولت كنت عندي صحتي، كون عندي رجلي غادي نقدر نوقف عليهم ونمشي، نمشي كنجري ولا ندير شي لعبه، ولكن انا ما قاداش. انا نتوما كتشوفوا حالتي كي داير، انا تعرضت لاغتصاب هكا. كاينين الناس نجوى اللي كيقولوا انك في هذيك العلاقه الحميميه دي كنتي قابلة، يعني هاد السيد اللي وقع لك مع المشكل يعني قالوا كيعرفوك، قالوا انتي بهذا المعنى هادي مصاحب معاك، شنو تقول لهاد الناس نجوى؟ هاد الهضره ما كايناش الخوت، ومعمركم تحكموا على شي واحد. انا ديك الساعه غدا هاد التحاليل ديالي وكل الحلم ديالي رجع نوقف، وكنت مخطوبه بليمار، انا كنت مخطوبه، كنت مخطوبه لواحد السيد اللي انا بكيت عليه حتى هو بكى عليا، ولكن ما لقاش لي جد درجة دايرة مخطوبة بالخطوبة ديالي ومركب لي الخاتم وتقربت ندير العرس. عاد مرضت، وليت مرضت وتغتصبت، ما نقدرش، ما غاديش يتيقني، ما غاديش يصدقني انني تعرضت لاختي. خل الحبس كنت انا بخير، كنت كنوقف على رجليا، كنت كنتمشى عادي، الناس كاملين شايفني وعرفوني، كيعرفوني يعني هادشي في بلادي ماشي سلانة، سلامة كنعرف فيها حتى واحد. فاش كان الوالد في الحبس كنت خدامة على 8 الخوت، فواحد الجد اللي فوق 6 طاعه ديالي، نتوما عارفه الكربة ديال الفريز ديال مولاي بوسلام راه صعيبه شويه، كنمشي نخدم البنات عندهم لي بوط وانا ما عنديش لي بوط. الخد ديال الفريز معروف ديما كيكون في عامر بالماء في وقت الشتاء، الماء كيوصل ليا حتى لهنا، وهز الصندوقه ديال الفريز في ظهري وخدامه، واخا انا ما قادراش على ديك الصندوق ولكن خدامه فيها. علاش با في الحبس اخوتي صغار ولات مع راس العام خصني نخدم. من بعدها كنمشي للدار رجلي كيبقى يضرني من تحت، كنقول عادي راه انا ما قادتش نخدم. المهم واحد النهار فقت من النعاس لقيت راسي مشلوله، ما كنقدرش نتمشى، رجليا تقالين عليا. مشيت عند واحد الطبيب كاين في الدلالحه، كتب لي بريه وصيفطني للنعاس في قنيطره سبيطار الغابه. ملي خرجت نعست في سبيطار الغابه 22 يوم، ملي بغيت نخرج قال لي الطبيب ديالي، قال لي بنتي عندك واحد التحليله غديريها في السويس، حلا درتيها في المختبر ديال التحاليل غتقام عليك شويه غاليه، قال لي غديريها في السويس قبل رامض. المهم ديك الساعات كان باقي الرامض. فاش انا جيت ناخد التحاليل ديالي واحد السيد كنعرفو، ماشي كنعرفو، كيعرفو داك تعرفو خالد شي وادي يعني معروف، شيرت ليه وصلني، بغى يوصلني، بغى يوصلني عند دار خالتي. يعني من بعد ما خرجتي من السبيطار؟ لا خرجت، خرجت وخديت الورقه باش باش يعني غاديه بحالك للدار؟ غاديه بحالي للدار. فاش شيرت ليه قلت له تقدر توصلني معاك عند خالتي، قال لي واخا. طلعني عاوني وهادي، هز ليا الكروسه دخلني لواحد لاصيره وتعدى عليا. يعني انت في هاد الحاله نجوات عرفتي الاغتصاب؟ في هاد الحاله تغتصبت. يعني حتى للدرجه ما رحمكش؟ لا ما رحمنيش، ما رحمنيش. كنحاول انني نضربو نعضو نغوت، ما قدرتش ندافع على راسي،
ما قاداش البنت ضعيفه ما غتقدرش. حاولت وكانت عندي صحتي كون عندي رجليا غادي نقدر نوقف عليهم ونمشي كنجري ولا ندير شي لعبه، ولكن انا ما قاداش. انا ثم كتشوفوا حالتي كي دايره، انا تعرضت لاغتصاب هكا. انا فاش وقع لي هذا الشيء انا وساقوا انا يا هذيك الساعه قالوا لي دارنا ستري راسك، علاش كي خرجتي هذه الهضره والعائله ساقت الخبر؟ قلت لهم كيفاش انا غنستر راسي؟ ما راضينش. قال لك لا كسرتي راسك. قلت لهم لا ما نسترش راسي، علاش غنستر راسي وانا تعرضت للاغتصاب؟ قال لك لا انت مريضه ما كانش حقك تقولي هذه الهضره، ماما ما غايتيقوش انه راه تعدى عليك بزاف. وانا مريضه ومن بعد وانا كنت بصحتي، يعني ما كانش خصني ما كيحسوش هما، ما عندهم الشرف وكلشي. لكن شنو السبب ديالك حتى تفقدتي الصحه ديالك الجوع؟ السبب ديالي هما خوتي والوالد ديالي. كان الوالد اللي في الحبس ومشيت نخدم على خوتي، كانت عندي واحد النفس خايبه خويلي. والوالد علاش تشد بسبب السرقه؟ ما رضيتش وانا نفسي كانت حاره وخايبه بزاف. خصني نخدم، خوتي صغار وبا في الحبس خصني نخدم. تجبتها في راسي وما عقل عليا حتى واحد. اما انا كو درت شي فوكشي ورميت الشبكه ورا ظهري ورا خرج ورا بخير ورا جالس في دارو عنده تريبورتور جامع ولادو. عرفني انا دابا واش معزتي ولا ما معزتيش؟ عارف ولدي واش عنده ليكوش ولا ما عندوش؟ انا ما غنلوموش حيت المرض ما عقلش عليك. كنجوع حيت المرض هذا عطاني الله، ما عطاش لي با الله اللي كان سبب فيه، والحمد لله اللهم لك الحمد. المهم المصاب ما عندي ما ندير، بغى لي الله هادشي ما عندي ما ندير، هادشي اللي عطى الله. نتمنى هادشي يكون مغفرة الذنوب. ما لقيتش ما مرضتش راسي. انا الهدف ديالي با في الحبس اخوتي صغار خصني نعاونهم، ولكن فاش مشات ليا صحتي صافي كرهت كلشي. وملي مشات ليا صحتي زدت واجهت بزاف ديال المعاناه، التحرش، الاستغلال، العنف، الزنقه. نعست في الزنقه بولدي طربيا في الاول، ومن بعد كريت وليت عاوتاني رجعت بيه فاش كديق بيا. الوقت في مره كنطلق الكرا كنت نمشي للقامره ونعس. دابا القامره ديال الرباط حولوها ما بقاتش. انا غير الشهور ديال الصيف الاخرانيين كنت كنعس تما، كنت كنعس في حتى الجرده في ورا القامره فين كيخرجوا الكيران، ماشي على الباب فين كيدخلوا الناس، لا على برا فين كيخرجوا الكيران. ديك البلاصه فيها الخنز وكنبغي نعس تمايا. علاش؟ على وديت الكروسه وكانت عندي واحد المانطه كنتغطى بها، ملي كنسالي بها في الصباح كنشدو كنرميها ورا واحد الشجره. واحد النهار فقت من الناس ما لقيتش كروستي، كنت غير حماق. انا ما نقدرش نتحرك بلا كروسه، ما كاينش الكروسه وما كاينش الكرتونه ديال الكلينيكس وما كاينش الشنطه اللي فيها الحوايج. يعني تسرقتي وانت في هذا الحال؟ تسرقت. شنو هي اخيب حاجه وقعت لك انت وانت مريضه؟ اخيب حاجه وقعت لك هو شرفي. شرفي فاش مشى ليا شرفي صافي كلشي كيمرض، كلشي كيمرض عادي. ولكن راه فاش كتمشي البنت الشرف ديالها ما يرحمك. دابا انا كون باقي عندي شرفي كون باقا عايشه مع دارنا ما غيتخلاوش عليا. لكن فاش فقدتي الشرف ديالك تخلاو عليك داركم؟ كلشي صافي. خوت الام العائله الاب كنتي كيمشي لك حياتك كتمشي. سيري احفرق قبرك بيدك وموتي انت، ما يقال لك حتى واحد، حتى واحد ما غيديها فيك. سالينا كاينش هاد الهضره ان شرفك يمشي وتبقاي معاهم في دارهم مع اللي ما عنده نفس اللي مربي في شي تربيه. انا بالخص انا تربيت في واحد التربيه اللي هي يعني الاصول والاحترام والخوال وشحال من حاجه، ولكن هما ما تقبلوش. يعني ما تقبلونيش. لا سمحوا فيك واخا انت مريضه. ماشي ما نقدرش نقول هانيه، ولكن كنبكي على راسي حيت انا كنت باغا والدي يشوفوني مع راجلي وبخير ولاباس عليا ودايره وليداتي ويختفروا بيا ويقولوا نجوى تزوجات وعندها وليداتها وهادي كما جميع بنات الناس. ولكن انا داكشي هما اللي كانوا حالمينو فيا ما لقاوش، ضاع ليهم بالخصوص جداتي انا فاش طاحت صحتي هرمتها.
فاش مرة تهرمتها ما تقبلاتش، وباش فاش مشات صح فاش مشى شرفي زادت صافي دارتني بحال اللي مات، بحال اللي ما بقيتش انا في هاد الدنيا. من بعد الخوت صافي، من بعد الاغتصاب وصحتي، ولكن هو دابا بقى داعيه بقى متابعه، واخا ما كنحضرش الجلسه بزاف على حساب الظروف ديالي، حيت انا عندي المحكمه كاينه في قضائيه الاسره تاع قنيطره، وعلى حساب المركوب والكروسه عندي ما كتطواش، ما كنحضرش الجلسه حيت الكروسه ديالي تسرقات ليا، هذه خاسره ما كتطواش، معذباني كتمشي ثقيله. شوفوا الخوت يديا كاع تحفروا بالدفيع، مع الولد متقال عليا قدامي، مع الولد متقال عليا قدامي ما كنقدرش ندفع. هادشي اللي كاين الخوت، ودابا انا الخوت درت هاد اللايف باش تعاونوني باش تقدر نكبر داك الولد، راه انا كنعاني من شي حوايج، كنعاني من شي حوايج ديال اللبس ديال الفراش، بخصوص في هذا البرد هذا. ولدي صغير ما بغيتوش يخرج معايا للزنقه، انا كنبيع كلينيكس حدا تابريكت وما عنديش، لا ما قدرتش نخرج راه ما قدرتش ناكل، واش فهمتوا الخوت؟ لا ما قدرتش نخرج راه ما قدرتش ناكل، راه ما كاينش اللي يدق عليك ويعطيك حتى خبزه. كاري هاد البيت ب 700 درهم، وولدي صغير وما عندي لا ماكينة صابون لا ماريو، بحالي بحال الناس، نتوما كتشوفوا الحالة كي دايرة، لا فراش لا حتى حاجة، وولدي صغير ما بغاتش يشم هاد الريحة، وما كتضرب هنا لا الشمس لا ما كاين لا شراجم لا حتى شي حاجة. وإلا ما تيقتونيش أنا وما تسوقتوش ليا أنا، يجي شي واحد يخلص لي 10 شهور ديال الولد باش يبقى يمشي للحضانة، باش يطول ولدي تعقد، ولدي مرض، ولدي ولا معصب ما بقاش كيسمع ليا، ولدي عايضي عليا. الناس كيسولوا الجوع على الرقم ديالك، عطيهم الرقم ديالك حبر الله يبارك. 06 91 59 60 81، 06 91 59 60 81. شنو اللي تغير؟ ديما معصبه، بقى عندي الخاطر لتا حاجه، اذا ضحكت كنضحك وانا معصبه، هادشي عقدني. دابا انا يديا كنحس بهم كيضيعوا ليا، يديا دابا كنحس بهم كيضيعوا ليا، كيبقاو يتقالوا عليا بعض المرات، الا ضاعوا ليا يديا راه صافي غيولي فيا الدود انا وولدي. انا دابا ما قادرش نحرك رجليا وولدي ضايع ليا، ولدي تشاكيطه سيمانه هو لابسها، حيت علاش؟ حيت كاين الدروج، ما عنديش فين نشر، وهاد الدار ما فيهاش الماء، ما عنديش ماكينه الصابون باش نصبن ونشفهم، حوايجي هما مرميين كلشي موسخ، شوفوا فين دايراهم، ما عنديش كيفاش ندير. ولدي كيبكي كيتقطع، خاصو يغسل، خاصو يدوش، خاصو يبدل زوج على من حاجه. انا تمنيت ولدي يكون ما تزادش، عاد تزاد غير تكرفص. انا ولدي بغاتو يتعتق، ولدي بغاتو يمشي فهاد اللاج الحضانه، يجي مؤدب ويخرج مؤدب ويجي مؤدب، نخرج انا نشقى نجيب داكشي اللي جاب الله، ولكن ولدي يبقى نقي، ولدي ما بقاش مكرفص معايا فهاد البرد. ولكن ما عنديش كاري البيت ب 700 درهم، عندي الكره في 16 في الشهر، وما عنديش حتى باش نخلص، كي غندير انايا؟ كنبقى صعوبات في حوايجي انا، كنبغي نلبس، كنبغي نبدل لولدي، الولد غادي وكيكبر ولا كيهرب ليا، ما بقاش كيبغي يجلس قدامي، كنخرج نبيع به كلينيكس، كيقول لي نمشيو في حالنا، وانا ما عنديش شي واحد يقدر يقوم بيا ولا يوقف معايا، يعني ضروري خصني نخرج. الا ما خرج كنخرج في الشتاء وفي البرد وفي الصيف، يوميا خصني نخرج، حيت لما خرجت ما نقدرش ناكل انا وولدي. انا الان البارح ما كان عندي من ناكل، اليوم خرجت جيت على واحد الجزار مسكين ديما كيعطيني اللحم، انا في حي الاضافي الله يخلف عليه، هو اللي عطاني مسكين الصباح اللحم، وعطاني قال لي هذه خذي واحد البركه، قال لي هذه خذي خضره باش تغداي، الله يخلف عليه. جبت الخضره واللحم، واليوم كاع ما خرجت، اليوم كاع ما خرجت. دابا انا باقا لي 16 يوم باش نخلص الكرا، عندي الكرا في 16 في الشهر، عيت من طلب، عيت من دابا انا ما نقدرش نمشي عند شي واحد ونقول له خويا بغيت ديك الحاجه وبغيت ديك الحاجه، حيت كنحشم ما كنرضاش. شنو دايره؟ دايره بلاكه في داري، كاتبه فيها المرجو منكم مساعدتي على مصاريف العلاج والكراء والعيش، ها هي ورايا، حيت كنحشم ما كنقدرش نقول لشي واحد، كنقدرش نقول لشي واحد تعاون معايا. كنشوف الناس برجليهم كيطلبوا كيجقروا عادي بالنسبه ليهم، ولكن انا ما كن... ولكن انايا ما كنقدرش نهضر، كنقدرش نقول شي واحد بغيت ديك الحاجه، فاش كيشوفوا الناس معلقه هاد الورقه هادي كيجيو هما كيقدموا يدهم للمساعده. هادشي اللي كاين الخوت، ونتمنى تعاونوني
كنت سن الفرج من عند الله ومن عندكم.